الإحصاءات السريعة في بلد نفوسه أقل من 100 مليون، بلد إسلامي، لاحظوا شوفوا عندما الإنسان يبتعد عن منهج الله سبحانه وتعالى، في هذا البلد هنالك في السنة الواحدة يدخل إلى السجن 600,000 إنسان، تصوروا، ويخرج من السجن 600,000 إنسان، يعني بين داخل وخارج. بلد أقل من 90 مليون نسمة إسلامي، ليش؟ لأنه ما يعمل بالدين. إذا عمل بالدين الحنيف السهل ذو اليسر وذو اليسر ما كان يقع ما وقع. أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في الكوفة، الكوفة كان نفوسه 4 ملايين إنسان، كم سجين كان أكو؟ 10-20 أقل أكثر عدد الأصابع. بل إن الأمير عليه السلام صنع سجنا من أعواد القصب، سجن من أعواد القصب مبني بطريقة هشة، بالليل السجناء كانوا يكسرون القصب ويهربون، فأجوا قالوا للأمير عليه السلام، قال هو هذا مقصودنا، إحنا نريد نسجن الناس، سجن من أعواد القصب يكسره السجين ويهرب، خلي يهرب في بلد واحد. ليش؟ لأن هذا ما يمشي على الدين الإسلامي. 600,000 سجين سنويا يدخلون إلى السجن، يعني شخص أو يخرجون. في ذلك البلد 15 مليون مريض نفسي، ليش؟ لأنه دين الله ليس هو الحاكم، هذا واضح. عندما يحكم دين الله في الزواج، في السياسة، في الاقتصاد، في الاجتماع، في الحقوق، بعد ما تشوف هناك مريض نفسي إلا النادر جدا. 15 مليون مريض نفسي، 14 مليون فقير. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمبراطوريته التي كانت تمتد على مساحة 50 دولة بجغرافية اليوم، هذه الإمبراطورية العظيمة، يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة اللي كانت بلدتين من أفقر بلاد الإسلام ذاك الوقت، من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة، لعل يمكن يكون هناك إنسان واحد هكذا. وحكومته كانت عليه الصلاة والسلام 5 سنوات إلا أشهر، لكن مع ذلك ورغم أنها كانت مليئة بالاضطرابات والحروب والفتن الداخلية التي أثارها الأعداء، لكن مع ذلك عندما طبق دين الله فقير واحد ما كانت تجد في ذلك البلد. لذا الأمير على شدة دقته وإتقانه في الكلام ووجود شهود كثرة، إذا كلام الأمير كان مبالغة كان يقوم واحد يعترض يقول لا لا أكو فقراء كثرة. أما في هذا البلد 14 مليون فقير، 6 ملايين شاب عاطل عن العمل. هذا ليش؟ والإحصاء طويل. هذا ليش؟ لأن قوانين الله سبحانه وتعالى غير مطبقة. الله يقول الأرض على لسان رسوله المصطفى محمد، الأرض لله ولمن عمرها. نحن نقول قال رسول الله، بس كلام رسول الله غلط والعياذ بالله. الأرض مو لله، للدولة. عندما تصير الأرض للدولة، الأراضي البوار في مثل هذا البلد وغيره من البلاد الإسلامية في كل العالم، الأراضي البوار تكثر، وخلق الله المساكين الذين خلق الله الأرض لهم، خلق لكم مو للحكومة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، نسبة البطالة تزداد. لأنه إذا الأرض كان يجوز لكل إنسان أن يزرعها وأن يبني عليها، وين أكو بعد بطال يبقى؟ وين يبقى فقير؟ وين يبقى عاطل عن العمل؟ الأرض لله ولمن عمرها. عندما أقول قال الله وأقول، الله يقول أكلك إلى قولك، هذا نوع من الشرك. والمشرك لم يطع الله سبحانه وتعالى فسيجازى بالشقاء في الدنيا. فانطلاقا من هذا علينا أن نضع هذه الآية القرآنية الشريفة نصب أعيننا دارا، نعمل وأن نتبع وأن نطيع وأن نكون كما أراد الله سبحانه وتعالى لنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. إذا ما فهم الحكمة ويسلموا يقول على الرأس والعين، أنا الجاهل مو الرسول والعياذ بالله الجاهل. ما نقول هذا بأفواهنا، لكن بعملنا وبقوانيننا الاجتماعية أو غيرها نقول ذلك أنه هو الجاهل. الله يقول ويسلموا تسليما. إن الدين، لاحظوا جيدا، إن الدين عند الله شنو؟ الاجتهاد في مقابل القرآن الكريم والروايات الشريفة؟ لا لا، إن الدين عند الله
الإسلام التسليم، أن تسلم، من أسلم وجهه لله وهو محسن، أن تسلم وجهك لله، أن تكون عبدا. فخر رسول الله صلى الله عليه وآله أن كان عبدا لله. العبد يجتهد في مقابل الله؟ ما يجتهد، إحنا صرنا مجتهدين وبشكل مطلق، إلى درجة أن ذاك الإنسان البعيد عن جادة العقل فكيف بالشرع؟ يقول في كتابه الصادر قبل فترة، يقول والعياذ بالله، شوفوا الاجتهاد عندما تفتح بابه في مقابل القرآن والروايات، ويبدأ في قضايا بسيطة، يعني الزواج المبكر غلط بألف فلسفة وفلسفة، المهر الخفيف واليسر غلط بألف فلسفة وفلسفة، والأرض ليست لله ولمن عمرها وإنما لي أنا بألف فلسفة وفلسفة. عندما تبدأ من هنالك تنتهي إلى هنا، هذا الإنسان من كبار المفكرين في العالم الإسلامي يعد. يقول نزل القرآن والعياذ بالله لزمان خاص ومكان خاص، هو لأنه الموج الغربي قد سيطر عليه. شلون المرأة حقوقها المرأة حقوقها متساوية مع الرجل، فكيف تأخذ الثلث في الإرث في النصف مثلا، أو في الدية النصف، أو لا يقتل بها قاتلها إلا مع إرجاع نصف الدية؟